هذا وشكل الاحتفال بمئوية شرطة البحرين مناسبة وطنية وتاريخية سلطت الضوء على مسيرة المؤسسة الأمنية في المملكة وما وصلت إليه من تقدم وتطور بارزين عبر مسيرتها المميزة في العمل الأمني الوطني وعلى مدى قرن من الزمن. مئة عام من الأمن والأمان، ملحمة تاريخية متكاملة تحكي قصة وطن وأمان وازدهار، تروي تضحيات بواسل وشجعان وهبوا أنفسهم فداء لوطنهم منذ اللحظة الأولى لبزوغ فجر شرطة مملكة البحرين بعزيمة شامخة خارت أمامها تحديات وصعوبات عديدة لم تزدهم إلا منعة وقوة وإيثارا. يوم الشرطة، هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا احنا كمواطنين هذه المملكة الحبيبة، وما في شك أن تشريف جلالة الملك المفدى اليوم دعم كبير لرجال الأمن المخلصين عبر هذه المسيرة اللي تجاوزت 100 عام. طبعا اليوم احنا ايضا سعدنا وتشرفنا وكنا غاية السعادة في ان نحضر هذا الاحتفال اللي نشوف في مسيرة حافلة من العطاء والإنجاز والإخلاص ومعاني كبيرة حقيقة جسدها هذا الاحتفال. هذه مناسبة لنا نراجع فيها عملنا، نراجع فيها خططنا، نطور فيها أساليب عملنا، أيضا نستذكر فيها مثل ما أسلفت الجهود والتضحيات اللي قاموا بها الرجال اللي سبقونا في تأسيس هذا الجهاز. لكن اللي يعني يمكن زاد هذه المناسبة اليوم أهمية ورفعة هي رعاية سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى وحضوره للاحتفال بهذه المناسبة، كما أن جلالته تفضل وتكرم بالإعلان عن وسامين للشرطة وللعمل الأمني بهذه المناسبة، وهذا يعني تقديرا من جلالته لرجال الشرطة والداخلية لهذا الصرح اللي كان دائما موضوع اهتمام حكام البحرين الكرام على مدى الزمن، وهو أمر غير مستغرب لأن لا يمكن أن يكون هناك أي ازدهار أو تطوير أو تنمية ما لم يكن هناك أمن. ما في شك أن في هذا اليوم يوم يعني مميز، يوم احتفالات البلد بالعيد الوطني، ما في شك أنه هو يوم يمثل، ما يمثل الشرطة فقط إنما يمثل تاريخ البحرين المعاصر واللي سبق هذا، واحنا ما في شك ان احنا فخورين بشرطة البحرين، يعني فخرنا نابع من جلالة الملك، ما في شك، الله يطول في عمره، هو اللي قدم الكثير لهذا الوطن وقدم الكثير لجهاز الشرطة في البحرين، وما في شك ان جهاز الشرطة في البحرين يعمل خدمة للناس وللوطن قبل هذا لجلالة الملك، واحنا قدمنا الواجب. الرعاية الملكية السامية لهذا الحفل الوطني الكبير برهنت على جملة من الركائز الراسخة في مسيرة المملكة والتي يتصدرها هذا الصرح الوطني الشامخ الذي توالت عليه القيادات والرجالات الوطنية الحقة لترسي من خلاله دعائم الأمن والاستقرار والتقدم الذي تنعم به البحرين. الذكرى المئوية الأولى لوزارة الداخلية هي بدعة للفخر لنا جميعا كبحرينيين، ما قدمت وزارة الداخلية عبر العقود من الحفظ على الأمن والأمان في ربوع مملكة البحرين، ومن خلال الاستثمار في الكوادر البشرية، ومن خلال الشراكات المجتمعية، ومن خلال الإنجازات النوعية، تدعونا جميعا للفخر. وما تتويج هذه المئوية بتشريف سيدي صاحب الجلالة لهذا الحفل إلا تتويج لهذه الجهود ودعم للمزيد من الاستمرار والتضحيات التي قدمتها وزارة الداخلية، لابد أن يتم الإشارة لها والإشادة واستذكار شهداء الواجب ومن ضحوا طيلة 100 عام في المساهمة في الحفاظ على أمن واستقرار البحرين. نشكر
سيدي جلالة الملك على تشريفه هذا الحفل، الذي كان من خلال هذا الحفل كان يجسد التضحيات التي تمت والتاريخ الشرطة في مملكة البحرين. الحفل كان عد إلى مراحل التي مرت بها تاريخ الشرطة في البحرين. هذه اللفتة الكريمة والسيناريو الكبير الذي عد سيدي معالي الوزير الداخلية لهذا الحفل كان رائع، إشادة كبيرة من جميع الحضور على هذا الحفل. وزارة الداخلية وبكل من ينتسب لها من ضباط وأفراد كانت ولا زالت صمام الأمان الأول للمملكة وشعبها، والتي قامت على كوادر وطنية متقدمة وكفاءات محترفة ارتقت على نهج النماء والتطور لمواكبة جملة التحديات على مختلف الثغور والمجالات بعزيمة لا تخور وعطاء منقطع النظير. 100 عام من الأمن والأمان أمن الله بها على مملكة البحرين بسواعد أبنائها البررة الذين بذلوا الغالي والنفيس لصياغة مجد تليد تتفاخر به الأجيال بعزة وكرامة، رجالات لا تعرف سوى كرم العطاء والتضحية فداء للوطن وشعبه وقيادته. يحيى العمري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.